ساعات قليلة فقط تفصلنا عن نهاية عام 2022، عام شهد العديد من الأحداث الرياضية البارزة على المستوى الوطني، يبقى أهمها إنجاز المنتخب المغربي التاريخي في نهائية كأس العالم قطر 2022. ونحن على أبواب توديع عام 2022 نستعرض لكم أهم الإنجازات التي حققتها الرياضة المغربية في هذه السنة. والمسؤولية التاريخية 21 لقب بطولة الدوري. بدأت إنجازات كرة القدم المغربية في عام 2022 بتحقيق الوداد للقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، ليحصد اللقب القاري الثالث في تاريخه والسابع في تاريخ الأندية المغربية. لم يكن الوداد الفريق الوحيد الذي رفع علم المغرب قاريا هذه السنة، فنهضة بركان لبس والآخر ثوب البطل وتوج بلقب كأس الكونفدرالية بعد فوزه في المباراة النهائية على أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي. ويعتبر هذا اللقب القاري والثاني للفريق البرتغالي والسابع في تاريخ الكرة المغربية، ليتربع المغرب على عرش أكثر الأندية التي توجت أنديتها بهذه البطولة. كان هذا الحدث هو الأول من نوعه في تاريخ الكرة المغربية عندما اجتمع فريقان مغربيان للمنافسة على لقب السوبر، وشهدت هذه المنافسة تتويج نهضة بركان على مواطنه الوداد بهدفين دون رد، ليحصد رفاق بكر هلالي اللقب الأول في تاريخهم والخامس في تاريخ الكرة المغربية. حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات على لقبه العربي بعد تتويجه بطلا للنسخة الأخيرة التي أقيمت في السعودية، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب العراقي. وبعد البطولة العربية واصل فريق الوطن توهجه على الصعيد العالمي بعد أن حصد الأسود لقب بطولة كأس القارات الدولية التي أقيمت في تايلاند، وذلك للمرة الأولى في تاريخهم بعد فوزهم على المنتخب الإيراني في المباراة النهائية. البداية من كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب والتي تمكن فيها المنتخب المغربي من بلوغ المباراة النهائية، ليكون بذلك أول منتخب عربي يتمكن من الوصول إلى هذا الدور. ورغم الهزيمة أمام جنوب إفريقيا في المباراة النهائية، غير أن رفيقات العميد غزلان شباك تمكن من خطف بطاقة التأهل لكأس العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكرة العربية. تألق السيدات تواصل أيضا على مستوى الأندية بعد أن تمكن فريق الجيش الملكي من رفع بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في المباراة النهائية على سان داونز الجنوب الإفريقي. ويعد هذا اللقب هو الأول من نوعه أيضا في تاريخ الكرة العربية. ألف مبروك لفريق الجيش الملكي. ولم تقف إنجازات لبؤات الأطلس هذه السنة عند هذا الحد، بل تواصلت لتشمل منتخب الشابات لأقل من 17 سنة الذي شارك في كأس العالم الذي أقيم في الهند للمرة الأولى في تاريخ المغرب. منتخب السيدات حقق فوزا تاريخيا على الهند بثلاثية نظيفة، وهو الفوز العربي الأول في تاريخ المنافسة قبل أن يخسرنا أمام البرازيل ثم أمريكا ليغادرنا المنافسة من الدور الأول. شكل فوز العداء سفيان البقالي بلقب بطولة العالم في سباق 3000 متر موانع حدثا بارزا أعاد به ألعاب القوى الوطنية للواجهة، ليهدي المغرب أول ذهبية عالمية منذ سنة 2005. تألق البقالي هذا الموسم توجه أيضا بحصد جائزة أفضل رياضي في القارة الإفريقية لعام 2022. أبت سنة 2022 الراحلة دون أن تمنح الكرة الوطنية أكبر إنجاز وأكبر فرحة في تاريخ الرياضات المغربية، بعد أن تمكن أسود الأطلس من الوصول للمربع الذهبي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور من العرس المونديالي. بقيادة المدرب وليد الركراكي بنجوم متلألئة على غرار زياش حكيمي وسفيان مرابط، تمكن المنتخب المغربي من الإطاحة بمنتخبات أوروبية عملاقة على غرار بلجيكا، إسبانيا والبرتغال، وأدخل البهجة والسرور في قلوب الملايين من المغاربة والعرب.
وعلى الرغم من انتهاء رحلتهم الجميلة عند دور نصف النهائي المونديال، فإن الأسود حظوا باستقبال الأبطال لدى وصولهم للرباط بعد أن استقبلوا مئات الآلاف من المغاربة، كما تم توشيحهم بأوسمة سامية من طرف الملك محمد السادس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.